احنا بنتكلم على مدرب 31 لقب محرز هناك بعلم فلسطين. ها طبعا دور كبير لمحرز ومندي ايضا بعلم فلسطين طبعا واللعيبه العرب. الصراحه فتره العدوان الكيان الصهيوني على فلسطين كاشفه، اظهرت لنا معادن نجوم كبار، وزي ما اقول لك اللفته الانسانيه والمواقف الانسانيه هي اللي بتقف. دور كبير بالنسبه لهؤلاء النجوم الوعي ونشر الوعي في عالم الغرب الاوروبي. السوشيال ميديا دلوقتي كل التواجد او التوجه بقى مختلف. محرز يضع علم فلسطين على جسمه ويرفع علم فلسطين اعتزاز بتمثيل الجزائر خير تمثيل في الكرة الإنجليزية، ثم اعتزاز وفخر بالقضية الأبرز والأهم، قضية فلسطينية. أنا زي ما قلت لك محمد، القضية الفلسطينية هي البوصلة بتاع الأمة والكاشفة بتاع الأمة. الفترة 11 يوم اللي كان العدوان على غزة شفنا الوجه المشرق للرياضيين، وشفنا أيضا بعض الحاجات اللي تدعو للتفاؤل من الغرب، التعاطف مع القضية الفلسطينية والوعي بتاع القضية الفلسطينية. الناس ما كانتش تعرف حاجة عن الاحتلال، كيان الصهيوني. القضية قضية احتلال، واحد بيحتل أرض شخص آخر أو بلد أخرى. القضية مش صراع ما بين طرفين، القضية واحد محتل مغتصب أرض وبيقتل الأطفال وبيقتل النساء وناس كبيرة في السن، ومقاومة تقاوم وتحارب محتل، تطرد محتل. فالنهاردة الأمور دي أظهرت لنا الوجه المشرق لكرة القدم، والمواقف هي اللي بتفضل في ذاكرة الناس، مواقف إنسانية ومواقف تضامن كبيرة. فأنا أحيي اللعيبة العرب كلهم أنهم واخدوا موقف واضح وصريح بالنسبة للقضية الفلسطينية. ودور آخر هو دور الإعمار بتاع غزة، ياريت هؤلاء اللاعبين يبقى لهم دور كبير في تبني حملات تبرعات لإعمار غزة، لشعب غزة اللي يعاني بقى له 14-15 سنة في حصار. افتحوا المعابر، دعموا غزة، تبرعوا لغزة لإعمار غزة مرة أخرى. القضية الفلسطينية والفلسطينيين ادونا أمل، ادوا للأمة أمل. عقبال ما نزور غزة مع بعض ونلعب في ملعب أبو تريكة، في ملعب أبو تريكة في غزة ها؟ والله أنا يعني الموقف بتاع تعاطفه مع غزة ده من أشرف وحاجة المواقف اللي أنا أعتز بها جدا، وأتمنى أنها تكون خالصة لوجه ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل إلا كل شيء خالص لوجهه. فالقضية الفلسطينية إنسانيا لازم تتضامن معها بالوقت بالمال بالمواقف بالفلوس بالدعاء كل ما تملك، وما تقيسهاش ان انت قريب من ربنا او بعيد عن ربنا، او بترتكب ذنوب او ما بترتكبش ذنوب، هل ملتزم ولا مش ملتزم. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقبل من الجميع. فالنهارده القضيه دي كانت كاشفه بالنسبه لنا، فاتمنى الدعم يبقى موجود. لسه حي الشيخ جراح لسه ما اتحلش، التهدئه موجوده، اتمنى تبقى موجوده. الاعمار بتاع غزه يا ريت كل اللعيبه العرب تتبناه، حملات تبرعات، واحنا ندعم هذه الحملات، الدعاء، المال، كل ما تملك ما تبخلش بحاجه، لان زي ما بقول لك القضيه الفلسطينيه بوصله الامه الكاشفه. فاتمنى ربنا سبحانه وتعالى يحفظ الجميع ويحفظهم وينصرهم. ورساله اخرى، رياض محرز بيلف في لفه التتويج في اللحظات اللي الانسان بينسى فيها كل شيء إلا فصلة التتويج نفسها، فاللحظات هي دي بتبقى باقية وخالدة في أذهان الناس. المواقف الإنسانية، أنت مش لعيب كرة بس، أنت لعيب كرة لازم تتحول من نموذج في مجال شغلك وهو مجال كرة القدم لقدوة لصاحب رسالة. ومعلش السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا، استوديو رياضي، إنما مش إحنا مش استوديو رياضي بس، يعني أنا بيبقى عندي حرب على إخواتي وما سندهمش حتى بالكلمة، أبرأ نفسي قدام ربنا سبحانه وتعالى بالكلمة، إن كل واحد فينا يقف على الحساب على الصراط. ماذا قدمت للأمة؟ ربنا سبحانه وتعالى إداك اسم وشهرة وفلوس، عملت إيه؟ وزي ما أبويا كان ربنا يقول لي، لازم كل نعمة ربنا سبحانه وتعالى إداها لك لازم تستعملها في رضاه، ودايما يقول لي كنت لازم تدعي استخدمنا واستعملنا ولا تستبدلنا. وده الوجه خالص لوجه الله. سيبك من كلام الناس، سيبك الناس عايزة ايه، انت ارضي ربنا سبحانه وتعالى، ارضي ضميرك، لان اللي فوق مطلع على القلوب،
مش الناس مطلعة على القلوب. عقبال ما تقدر تستخدم فلوسك إن شاء الله ما تنسى أنا الدكتور إن شاء الله.